أهلا وسهلا بمتابعيني. للناس اللي يحبون يوثقون اللحظات التاريخية بإمكانهم يأخذون صور ومقاطع فيديو مجمع الراشد، لأن بعد فترة راح تشوفون شيء ثاني، ما راح تشوفون اللي قاعدين تشوفونه حاليا. نبدأ مع مواقف السيارات اللي قاعدين تشوفونها حاليا، هذه راح تختفي تماما. هنا راح يكون في مشروع الراشد ووك. الراشد ووك راح يكون كافيات ومطاعم وممشى ونوافير، وراح تتحول المواقف إلى مواقف أرضية أسفل المجمع. واجهة المجمع الخارجية هذه كلها راح تتغير بالكامل، راح يكون في مجمع جديد يعني اسمه الراشد. المدخل الرئيسي للمجمع اللي هو بوابة رقم 1 راح يختلف اختلاف جذري تماما شكلا من الخارج ومن الداخل، وراح تخصص للماركات. طبعا تم التعاقد مع عدد من البراندات الجديدة والماركات العالمية اللي راح يكون لها موقع قدم في المجمع الراشد، وتحديدا في هالمنطقة هذه اللي بتكون مخصصة للماركات. بالنسبة للأدوار العليا، المجمع راح تفتح كافيات ومطاعم بجلسات خارجية تطل على الراشد ووك. احنا دخلنا من بوابة رقم 1، المجمع راح يكون تدخل من بوابة رقم 1 تشوف آخر المجمع بوضوح. راح يزال جزء من المجمع، هالنافورة التعيسة هذه راح تزال بالكامل، ما راح تكون موجودة من ان حطت هالنافورة هذه والراشد انهار. مثل ما ذكرت لكم هذه النافورة راح تزال بالكامل، وإن شاء الله يكون في أعمال تطوير كبيرة. طبعاً الأرضيات كلها راح تتغير، المجمع راح يفتح منطقة كلها كافيات مطاعم براندات جديدة، الشكل التصاميم منطقة المطاعم راح تتغير بالكامل بتصميم وتطوير، يعني شكل مختلف جذري، مجمع جديد راح يكون هنا. سبب التغييرات هذه إدارة جديدة تولت زمام الأمور بمجمع الراشد، وبإذن الله على يدها راح يعود الراشد إلى أمجاده. خلال الشهرين الثلاثة الجايات راح تبدأ أعمال التطوير على 3 مراحل، راح تستمر إن شاء الله كل أجماليها 1.5 سنة وتشوفون هالمجمع شيء ثاني. هذه الواجهات الخارجية اللي ذكرتكم راح تفتح كافيات ومطاعم. هذا كان تقريرنا السريع عن التغييرات اللي راح يشهدها مجمع الراشد خلال الفترة القادمة. تحياتي لكم.